طيب الآن تكلمنا عن الهايبرتنسيف فاسكولار ديزيز. كان في نقطة بس أخيرة نسيت ما أقولها في القسم الأول، قلنا أنه من الأسباب اللي من الإيتيولوجي أوف برايمري هايبرتنشن، قلنا جينيتيك وانفيرمنتال فاكتورز. هي أصلا هذه العوامل مع بعض زي ما قلنا تتعاون مع بعض كده وتعمل الهايبرتنشن، عن طريق تعمل لخبطة لأحد العوامل اللي تكلمنا عليها واللي بتعمل ريجوليشن ليش البلاد بريشر. يعني ممكن جينات تكون ملخبطة وبالتالي تؤثر على الريزوربشن والاكسكريشن اوف صوديوم اند ووتر، وبالتالي نعمل ايش، وهكذا جينات تؤثر على النيورال فاكتورز وبالتالي الالفا ادرينرجيك يكون تأثيره اكثر، وهكذا. يعني انه تؤثر هذه العوامل زي ما قلنا سواء كانت جينيتيك ولا انفيرمنتال على احد العوامل اللي بتتحكم بالبلاد بريشر. وبالنسبه للسكندري هايبرتنشن طبعا في وبالنسبه للسكندري هايبرتنشن في عده امراض مرتبطه بالاندوكراين ومرتبطه بالرينال بطريقه رئيسيه والنيرفاس وكذا. في جدول في روبنز موجود للسكندري هايبرتنشن، موجوده هنا في الديتيلز. هذا هو هنا هذا الجدول يوضح السكندري هايبرتنشن. وهذا الجدول مطلوب من الليش من الميديكال ستودنتس، الاذر ستودنتس مش مطلوب منهم هذا الجدول. اوكي الان نرجع ندخل في السكند سبيسيفيك ديزيز اوف فاسكولار سيستم اللي هو الارتيريولوسكلروسيس، وعلى رأسه اهمهم اللي هو الاثيروسكلروسيس. الارتيريوسكلروسيس تصلب تعريفه هو thickening of blood vessel wall and loss of elasticity، من الاسم تصلب، يحصل thickening ويحصل يصبح rigid. وهو انواع بالتحديد تقريبا 4 انواع. في نوع اللي هو الارتريولوسكلروسيس واللي هو مرتبط زي ما قلنا بالهايبرتنشن وتكلمنا عنه، اللي هو نوعين، يحصل ثيكنينج للوول تبع الارتريولز بنوعين، يا اما هايبر بلاستيك يا اما ايش هاي لاين. النوع الثاني اللي هو الاثيروسكلروسيس واللي هنتكلم عنه هنا بالتفصيل. وفي نوعين اخرين زي اللي هو المانكي بيرج ميديال سكلروسيس، هذه اللي تصيب ما هيش مهمة تصيب الناس في الكبار، ما هيش نوت سيجنيفيكانت ما تعملش مشاكل كثيرة. فهذه هي أهم الإيش الأثيروسكلروسيس، عفوا اللي هو أهم الأرتريوسكلروسيس. خلونا نتكلم الآن ندخل في النوع الأهم من الأرتريوسكلروسيس وهو الأثيروسكلروسيس. هنا سكلروسيس يعني تصلب، والأثرو بمعنى فات، يعني هنا التصلب في الجدار ويصبح ثيك ويصبح نوت إلاستيك بسبب وجود الفات. هذا هو يعني كذا ببساطة الأثيروسكلروسيس. ندخل باللغة العلمية، definition of atherosclerosis is arterial wall thickening by formation of fatty streak and atheroma. arterial wall thickening by formation of فاتي ستريك اند اثيروما، وبالتالي هيعمل ايش برضه لوس اوف الاستيسيتي. ما هي هذه الستريكس فاتي ستريكس او ما هي الاثيروما؟ شوفوا هنا في الصورة، هنا في هذا صورة من الوول او رسمة من الوول تبع البلاد فيزلز. هذه منطقة الايش الانتيما، الى هنا الانتيما، هذه الالاستيك ليمان الزرقاء، هذه الاندوثيليال سيلز، وهنا الصب اندوثيليال كونكتيف تيشو. هذه المنطقة حصل لها ثيكنينج بسبب وجود مواد غريبة زي ما هذه الفات وخلايا اليوكوسايتس وفي سموث ماسلز وما شابه. فالمنطقة دي حصل لها ثيكنينج بدرجة رئيسية بسبب الايش الفات والانفلاماتوري سيلز والاكسترا سولار ماتريكس. هذا هو الاثروس، هذا هو هذه المنطقة اللي هي مليانة فات بالعين، ممكن تعمل فات ستريكس
ممكن نشوفها كذا في الجدار الوعاء الدموي من داخل طبعا من اليومن، أو على شكل كتلة كبيرة زي الماس يعني أثيروم، يا إما على شكل خطوط أو على شكل كتلة، الخطوط يسموها ستريكس وهذه يسموها أثيروم. إذا هنا هذا هو الديفينيشن أوف أثيروسكلروسيس. بالنسبة للإتيولوجي، الإتيولوجي أوف أثيروسكلروسيس معه ريسك فاكتورز، ما فيش كده سبب محدد، وإنما في مجموعة من الريسك فاكتورز أصبحت معروفة إلى حد كبير ولها تقسيمة معينة ما ننساهاش. يقسموها على النحو التالي: نان موديفيبل هاي ريسك، هذه نان موديفيبل هاي ريسك، وهذه موديفيبل هاي ريسك، وهذه ماينر يعني لو ريسك فاكتورز. إذا الريسك فاكتورز اوف اثيروسكلروسيس هتقسمها إلى ميجر وماينر أو هاي ريسك ولو ريسك. الميجر أو الهاي ريسك هتقسمها إلى نان موديفيبل وموديفيبل، يعني في الأخير معك ثلاث مجموعات مهمة: هاي ريسك موديفيبل، هاي ريسك نان موديفيبل، ولو ريسك. الهاي أو الميجر نان موديفيبل ريسك فاكتورز هم هذا: الجينيتيك ابنورماليتيز، في مجموعة برضو من الجينات، ما في جين معين، هو برضو بوليمورفيزم مرتبطة بالأثيروسكلروسيس، وفي معك الفاميلي هيستوري، وجد أنه كلما كانت الهيستوري مع الفاميلي موجودة أكثر في الفاميلي، كلما كان الإنسان معرض أكثر للأثيروسكلروسيس. الإيج، كل ما ازداد العمر كل ما أصبح الإنسان عرضة للأثيروسكلروسيس أكثر، والميل جندر. هذه الأربعة تعتبر نان موديفيبل، لا يمكن تغييرها، هاي ريسك أور ميجر ريسك فاكتورز فور أثيروسكلروسيس. الهاي ريسك أور ميجر ريسك موديفيبل نقدر نغيرها هي الهايبر ليبيديميا، هايبر تنشن، سيجارت سموكينج، دايابيتس ميليتس، والإنفلاميشن. وأهمهم طبعا الأربعة الأولين اللي هو الهايبر ليبيديميا وهايبر تنشن وسيجارت سموكينج والدايابيتس ميليتس. الماينر أو اللو ريسك فاكتورز أوف أثيروسكلروسيس الستريس وديكريز الفيزيكال أكتيفيتي، رجعنا للأكتيفيتي مرة ثانية، وإنكريز الفود انتيك والأوبيزيتي. هذه من الريسك فاكتورز. إذا تكلمنا عن الإيتيولوجي as a risk factors، خلونا ندخل الآن في العيش في الباثوجينيسيس. ما الذي يحصل؟ ما هو الميكانيزم of atherosclerosis؟ ليش بيحصل تراكم للفات في الانتيما بهذا الشكل اللي شفناه؟ ما هي الإشكالية؟ هنا الباثوجينيسيس يبدأ بالخطوة الأولى اللي هي endothelial dysfunction أو subthelial injury of the endothelial cells. اللي بيحصل إنه الاندوثيليال سيلز، هذه البطانة الموجودة داخل الوعاء الدموي، تتعرض، هي اللي تتعرض للريسك فاكتورز هذه كلها اللي قلنا عليها، الجينات والفاميلي هيستوري والتقدم في العمر والميل جندر، الزيادة في الدهون اللي تتعرض لها الاندوثيليال سيلز، الهايبرتنشن يعمل ستريس على الاندوثيليال سيلز، السموم الموجودة في السيجاريت سموكينج تؤثر على الاندوثيليال سيلز، السكر الزائد الموجود في الدايابيتس ميليتس يؤثر على الاندوثيليال سيلز. فكل هذه الريسك فاكتورز مع بعض تعمل ستريس على الاندوثيليال سيلز، وبالتالي تعمل لها انجري او تعمل لها دامج او تعمل لها ديسفانكشن، يعني تعمل تشينج فيها. اذا هذه الخطوة الأولى. طبعا هذا الكلام ما يحصلش بيوم ليلة، لما تتعرض الاندوثيليال سيلز للريسك فاكتورز فور لونج بيريود تبدأ يحصل لها subthelial injury، وبالتالي يحصل لها dysfunction. ما هي هذه بالضبط dysfunction اللي بيحصل في الاندوثيليال سيلز؟ أولا يزداد البرميبيليتي، يزداد الادهيجن مولكيولز، يقل الانتي كوجلانت ايجنت اللي بتفرز الاندوثيليال سيلز زي ال NO.
طبعا هذه التغيرات البسيطة هتعمل يعني تكون لها تأثير كارثي على البلاد فيزل وول. الانكريز الفاسكولار بيرميبيليتي، كثير من المواد الموجودة في الدم هتبدأ لأن البيرميبيليتي زايدة تعدي الاندوثيليال سيلز وتروح تترسب في الانتيما، تعمل ديبوزيشن في السب اندوثيليال كونكتيف تيشو، وأهم هذه المواد بالفات. إذا تبدأ الفات لأن البيرميبيليتي زايدة تبدأ الفات تترسب في السب اندوثيليال كونكتيف تيشو يعني في الانتيما. الأدهيجين موليكول الزايدة هتعمل ايش؟ ليوكوسايت ترانسميجريشن، هتلتصق الاندوثيليال سيلز بي ليوكوسايتس وبالتالي تبدأ تعمل يحصل لها ترانسميجريشن زي ما اللي بيحصل واللي بتكلمنا عليه في الأكيوت انفلاميشن في الجنرال باثولوجي. تبدأ الليوكوسايت تروح برضو للسب اندوثيليال كونكتيف تيشو. عدم نقصان الانتي كوجلانت فاكتورز، نقصان الانتي كوجلانت فاكتورز اللي بتفسد الاندوثيليال سيلز هذا برضو هيحفز البليتلت ان تعمل ادهيجن ويحصل لها اكتيفيشن. من ضمن الليوكوسايتس اللي بتعمل ترانسميجريشن هي الماكروفاج، هتروح الى الانتيما الى السب انتثيريال كونكتيف تيشو وتبدا تعمل انجالفمنت للفات لانه هو يعتبر فورين بودي. لكن في هذه العمليه بعد ما تعمل انجالفمنت وتعمل فاجوسايتوزيس للفات الماكروفاج هيحصل لها اكتيفيشن وتبدا تفرز كيميكال ميدياتورز وتبدا يحصل كرونيك انفلاميشن. شايفين تسلسل الاحداث؟ اذا في البدايه كان معنا ريسك فاكتورز، الريسك فاكتورز اثر على الاندوثيليال سيلز عمل لها انجري، الانجري عرفنا ايش هو بالضبط، والانجري هذا عمل لنا مشاكل اضافيه، المشاكل الاضافيه عملت مشاكل اضافيه زي الانفلاميشن، وكله هنا على حساب من الانتيما. المور انفلاميشن لانه حصل اكتيفيشن للماكروفاج وبدات تفرز كيميكال ميديتورز هتحفز الاميون سيستم وتبدا يحصل ترانسميجريشن ليكوسايتس اكثر، نيوتروفيلز ومونوسايت وليمفوسايت تبدا تاتي الى من الى الانتيما، وبرضه هيكون معانا مور ميديتورز. وندخل في حلقه مفرغه من الانفلاميشن وفي منطقه الانتيما. اضاف الى ذلك من ضمن الكيميكال ميديتورز اللي تفرزه الليكوسايتس في كيميكال ميديتورز يروح يحفز السموث ماسلز الموجوده في الميديا وبالتالي تبدا السموث ماسلز تعمل ميجريشن وتروح برضه للانتيما، وهناك تبدا تكون اذا تروح تعمل ميجريشن للسموث ماسلز الى سب اندوثيليك كونكتيف تيشو وتبدا تعمل انجالفمنت للفات وتبدا تعمل بروفريشن وتبدا تعمل ديبوزيشن سينثيسيس اند ديبوزيشن اوف ذا اكسترا سيلولار ماتريكس. كل هذا فين؟ في الانتيما، بالتحديد في السب اندوثيليال كونكتيف تيشو، وبالتالي يبدا يحصل ثيكنينج للايديم. مع الوقت هذا الكلام يزداد ويبدا يتكون الفاتي ستريكس اللي قلنا عليه او يتكون الاثيروم. السموث ماسلز طبعا اللي عملت ميجريشن تبدا تحاول تحمي المكان عشان ما يحصلوش رابشر، تبدا تعمل كده طبقه فوق الاثيروما يسموها الفايبرس كاب عشان تمنع ليش الرابشر زي ما هنا شوفها في الصوره. هنا هذه السموث ماسلز اللي هنا تعمل فايبرس كاب، هذا كله الفايبرس كاب عشان يمنع الرابشر لليش للانتيما اللي عماله تكبر وتتضخم، وبالتالي يتكون عندنا الاثيروما اللي بتتكون عباره عن سنترال اريا اوف اكسترا سيلولار فات اند نكروتيك ديبريز، وفي ليوكوسايتس وفي فومي سيلز مليانه فات، وفي سموث ماسلز وفي اكسترسيلولار ماتريكس وفي فايبرين وفي فايبرس كاب، كل هذه الكتله تكون الاثيروما. ممكن مع الوقت يحصل الاثيروما هذه او الاثيروما هذه السيرفيس تبعها ممكن يحصل ايروجن والالسريشن، وهنا تبدا الكومبليكيشنز اللي هي يا اما انه ممكن يحصل ثرومبس فورميشن لانه حصل ايروجن والسريشن وبالتالي هتجيب بلاتلتس ويبدا يتكون الثرومبس، او ممكن يحصل رابشر وبالتالي انترا اثيروما هيمرج ممكن الدم يدخل الاثيروما نفسها
ويبدأ يحصل ايش همرج او ممكن يحصل رابشر. اذا هذه الخطوة الاخيرة او الكومبليكيشنز اللي ممكن تظهر بسبب الاثيروم. الاثيروسكلروز بحد ذاته اذا ظل استابلش كده ما فيش كومبليكيشنز ما يعملش اعراض لحد كبير، الا اذا دخل المريض مع الوقت بالكومبليكيشنز اللي قد تكلمنا عن بعضها قبل قليل. بالتحديد هذه الكومبليكيشنز هي على النحو التالي. شو اذا كان الاثيروسكلروسيس ان كومبليكيتد يظل المريض بري كلينيكال فيس في حاله ما فيش اي سيمتومز اسيمتوماتيك، وهذه خطوره الموضوع. ممكن يكون ليش الاثيروما ادفانس وكبيره لكن ما فيش اي اعراض الى ان يبدا يحصل ليش الكومبليكيشنز. من الكومبليكيشنز اولها ممكن الاثيروما تكبر تكبر الى ان تعمل كومبليت اوبستراكشن لليومن اوف ذا بلاد فيزل، وبالتالي هنا هيحصل اوبستراكشن وبالتالي هيحصل اسكيميا للنسيج اللي بيغذي هذا الوعاء لانه ما فيش دم هيروح. ممكن زي ما قلنا يحصل ايروجين ورابشر وبدأت تبدا تتكون ثرومبس اوفر ذا اثيروم، وهذا تعمل سادن اوكلوجن وبالتالي برضه ممكن يعمل ايش اسكيميا وانفاركشن للنسيج. ممكن الاثيروما لان هي ويك في الجدار الدم، صح انها ثيك لكن ويك لانه عباره عن فات، ممكن تعمل انيوريزم يعني الوول يحصل له توسع دايليشن وبالتالي يتكون انيوريزم، او ممكن يحصل رابشر وبالتالي ايش هيمورج انترنال هيمورج. ده هذه الكومبليكيشنز اللي ممكن يعملها الاثيروسكلروس: كومبليت اوبستراكشن وبالتالي اسكيميا اند انفاركشن، ثرومبس فورميشن وبالتالي اسكيميا اند انفاركشن، انيوريزم فورميشن، رابشر اند هيموريج فروم ذيس رابشر. هذه هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تعملها الاثيروسكلروسيس. وبالتالي نكون تكلمنا عن الديفينيشن اوف اثيروسكلروسيس، تكلمنا عن الاتيولوجي ريسك فاكتورز، تكلمنا عن الباثوجينيسيس والكومبليكيشنز. هذه الاربع النقاط المهمه اللي لازم على الاقل واحد يفهمها في ليش في الاثيروسكلروسيس.